مهارتك وهوايتك المجنونة مهمة جدا في السيرة الذاتية. تقول جابي واسن شتاينر خبيرة التوظيف في منصة التواصل الاجتماعي لينكدين إن المهارات المجنونة تختلف عن المهارات المهنية، بل تلعب دورا مهما في حال تساوي السيرة الذاتية. ما هذه المهارات وكيف تضيفها في السي في؟ طبعا حديثنا اليوم في هذا الصباح بعض الأمور الغربية أو الغريبة اللي قرأها مسؤولو التوظيف في السيرة الذاتية للمتقدمين، حنتعرف عليها مع الزميلة نور. تفضلي. شكرا لك كريم. سنستعرض الآن بعض الأمور الغريبة، لكن أنا واثقة أنه في أمور لسه أغرب وأغرب لا نعرف عنها شيئا. بالضبط. غير منطقية فعلا وأحيانا تكون مضحكة. مسؤولو أقسام التوظيف في بعض المؤسسات أو الـ HR نشروا ردود وإجابات لبعض المتقدمين واعتبروها من أغبى الأمور والأشياء التي يمكن أن تحدث. فهنا مثلاً كان هناك أخطاء في الكتابة، كما أن المتقدم اختلق اسم جامعة درس بها وهي غير موجودة أساساً، وذكر أنه بقي فيها ل37 عاماً، تخيلوا. وعند إجابة أحدهم عن هدفه من الوظيفة أجاب بأنه يريد أن يتوظف فقط، كما عبر عن مؤهلاته بأنها محدودة وأجاب عن سؤال الخبرة بقوله خبرات متنوعة. وفي أحد الطلبات علق موظفو الموارد البشرية على هذا الطلب بأنه فعلا طلب غريب، إذ كانت طريقة ترتيب الإجابات غير مفهومة، كما أنه وضع لنفسه علامات وأرقام لتقييم قدراته وصنف أحد مؤهلاته بالرقم 0. موظفون صادقون جدا بالفعل، يعني ليش لا. شكرا لك نور على هذه التفاصيل، ورحب بخبيرة الموارد البشرية الأستاذة رشا السدحان. شكرا، هلا وسهلا بك أستاذة رشا. يعني اللي بيعرفوا دائما لما نجي نكتب السيرة الذاتية نكون صريحين وواضحين، ونكون نكتب المهارات المعينة وناخذ الموضوع بجدية. وحتى في أغلاط يقول لك في الشكل، ولا تستخدم هذا الفونت عشان لا يأخذوك بسخرية ولا يأخذ عن محمل الجد. ماذا عن المهارات المجنونة المطالبون بها الآن؟ شكراً ريم. أحب بس أوضح إيش هي المهارات المجنونة، لأنه هي تكون مهارات خارجة عن المهارات اللي محتاجينها في نفس الوظيفة. في 3 مهارات إذا حنضيف المجنونة لها. في المهارات الناعمة اللي هي التواصل، إدارة الوقت، المهارات القيادية، هذه تجي مع الخبرة. صحيح. وبعدين في المهارات الصلبة اللي هي تكون في نفس مجال العمل، زي البرمجة، زي التصميم، زي تكون في التخصص نفسه، محاسبة في نفس التخصص، هذه تنأخذ بالشهادة. حلو. المهارات المجنونة، أيوة، هي المهارات الخارجية اللي الشخص يسويها كهوايات. طيب. مثلا ممكن شخص يحب ياخذ دروس تمثيل، يحب يطلع على المسرح، هذه تكون مهارة ممكن يشوفها الموظف انه عفوا الشركة، يعني يشوفوها انها تساعد اذا هو مثلا حيشتغل في مجال الاستشارات، مقابلة الجمهور، فلو يتقدم هو في الوظيفة واحد ثاني وهو عنده هذه الكاريزما حقت انه هو يوقف على المسرح ويتكلم، حتكون يمكن حتزيد له، ممكن تضيف له ولا ممكن تسيء له. يعني البعض ممكن يقول انه هذا لا ياخذ الوظيفة بشكل جدي، مثلا لو نتكلم عن طبيب جراح ويكتب انه انا مهاراتي ستاند اب كوميدي، احب ان اطلق النكات وعلى المسرح، و حياخذوه، حيشوفوها إضافة؟ شوفي، هو المهم أنك أنت تختار عن إيش تتكلم في الشيء اللي يناسب اللي أنت المقابلة اللي أنت رايح لها. يعني ما تحط كل المهارات في السي في، تحط لك 20 مهارة، حط الشيء اللي تحس أنه أنت ممكن يساعدك أكثر. يمكن أنا رأيي الشخصي أن المهارات المجنونة هذه تساعد اللي يكونوا لسه توهم داخلين المجال الوظيفي أكثر من الناس اللي اوريدي عندهم خبره من قبل، يعني حتساعدهم في الاختيار. كمان مهمه كمان للطلاب لما يجوا يدخلوا جامعه او توهم متخرجين، هذه يعني اللي هي مهارات خارجه عن
هي بالانجليزي اكسترا كليكر اكتيفيتيز، يعني هي خارج عن المنهج. المنهج مضبوط. فهي هذه تساعدهم كثير. يعني حتى لو كانت ليس لها علاقه بالوظيفه، يعني مثلا شخص يتقن لغه، هذه اللغه غير مطلوبه في السوق، يعني مثلا لغه دقيقه جدا، لهجه معينه، هل ستضيف لي؟ ايوه تضيف، مش لانه يعرف اللغه بس لانها تبين انه هو انسان صبور وعنده طولة بال وعنده شغف انه يكرس وقته عشان يتعلم شيء جديد، فهذا حيوري الشركة انه هو حيكون معاهم طويل البال، حيكون معاهم عنده إرادة وإصرار. بس في أي جزء أكتب هذه المهارات المجنونة؟ يعني مش مع المهارات اللي متخصصة لا، في عادة في السي في ينكتب الهوايات. ممكن واحد يكتب 2-3 وممكن ما يكتبها أبداً، ممكن تيجي في سياق الحديث. في سياق الحديث مهمنا أن نذكره. يعني أنا شخصياً بحب الرقص، بحب الغناء، يعني وحب المسرح، ذكرتيها من البداية يعني كأنك عارفة. فناسبك ناسبك ناسبني الموضوع أكيد. أستاذة رشا السدحال شكراً لوجودك معنا في اليوم. شكراً.